كي جي 2. النهارده انا جايبه لكم معايا سر مهم جدا من اسرار اللغه العربيه، هيعلمنا نقرا كلمات كتير قوي. السر ده هو ايه؟ هو المد بالالف. اسمه ايه تاني كي جي 2؟ المد بالالف. طب ايه هو المد بالالف؟ المد بالالف ده ليه فريق. الفريق ده مكون من الالف والفتحه. هلاقي الالف واقفه فين؟ هلاقي دايما الالف واقفه في نص الكلمه والحرف اللي قبلها عليه فتحه. يبقى فريق المد بالالف هو الالف والفتحه. هلاقي الالف واقفه فين؟ هلاقي الالف واقفه في نص الكلمه والحرف اللي قبلها عليه فتحه. طيب تعالوا نشوف مثال مع بعض. هنكتب مع بعض كلمه باب. باء باء ب باء ب. سامعين صوت المد الكي جي 2؟ باء ب. ثاني، سامعين صوت المد؟ صوت المد الكي جي 2 صوت طويل. صوت ايه؟ طويل، صوت طويل جدا. الالف والفتحه فريق المد بالالف بياخدوا الباء ويطلعوا بيها فوق خالص. باء بالشكل ده في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. تعالوا نشوف كلمة كمان. هادي التاء عليها فتحة بعديها الألف. تعالوا نقرأ الكلمة دي مع بعض. تاج تاج. سامعين كيف بتقول صوت المد؟ الألف والفتحة أخذوا التاء وطلعوا بيها لفوق خالص. تاج. الكلمة دي فيها مد بالألف، عرفنا منين؟ لقينا الألف واقفة في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. يبقى أنا هعرف يا كي جي 2 إن الكلمة دي فيها مد بالألف إمتى؟ لما ألاقي الألف واقفة في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. ما ينفعش ألاقي حاجة واحدة بس. لو لقيت حاجة واحدة بس يبقى مفيش مد بالألف، لازم الفريق يبقى مع بعض. الألف واقفة في وسط الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتح. تعالوا نشوف مثال كمان. نقرأ مع بعض. نا نون عليها نا نون عليها فتحة. نار نار. سامعين صوت المد يا كي جي 2؟ صوت المد هفكركم تاني. صوت المد صوت طويل. وعرفت منين ان الكلمه فيها مد بالالف؟ لقيت الالف واقفه فين؟ في نص الكلمه. برافو عليكم. والحرف اللي قبلها عليه فتحه. بقت كلمه نار. تعالوا نشوف كمان مثال. تعالوا نقرا مع بعض يا كي جي 2. الجيم عليها فتحه. جار جار. لقيت الألف واقفة فين؟ لقيت الألف واقفة في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. يبقى الكلمة دي فيها مد بالألف. كلمة كمان. غار غار. سامعين صوت المد الطويل يا كي جي 2؟ لقيت الألف واقفة في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. يبقى كلمة غار فيها مد بالألف. تاني تيجي تو هنقول مع بعض. يبقى المد بالألف فريق مكون من الألف والفتحة. هلاقي الألف واقفة فين؟ هلاقي الألف واقفة في نص الكلمة والحرف اللي قبلها عليه فتحة. ولازم الفريق ده يبقى مع بعض علشان أقول إن الكلمة فيها مد بالألف. وصوت المد يا كي جي 2 صوت طويل. باب نار غار جار تاج. سامعين صوت طويل قوي. الفتحه والالف بياخدوا الحرف اللي قبلهم ويطلعوا